شو مقلب سويته اكثر مقلب ضحك او سوى مصيبه مثلا؟ لا مقلب مضحك. نشمي نايم وحطيت له معجون مال اسنان بحلقه. صدق؟ اي هو نايم. منو نشمي هذا؟ سواله؟ خلى معجون بحلقه انا نايم. معجون اسنان؟ اي ليش؟ بعدك يعني بالدوام. اي قلت لك يعني انا اكثر من اخوي. زين دائما يسوي بيك مقالب؟ اي دائما. زين غير هذا المقلب؟ اي بس انا صار عصبي يعني اعصاب فول. مره عفته بربي. عفته وين رحت؟ عفته باربيل وجيت ورجعت. اي هو ما عنده فلوس، اخذت فلوس قلت له اريد دايم من عنده قرضه. اي فعفته باربيل وجيت وهو ما عنده فلوس. ليش؟ سويت فيه مقلب. وانت شنو كانت رده فعلك؟ عادي حتى لو ازعل يوم ويومين عادي. زين ايش سويت بلحظتها؟ انت لا عندك فلوس ما اخذ فلوس؟ عادي نرجع بين ما نوصل بالتاكسي خابر يطلعوا لنا فلوس عادي ما تهمل فلوس. زين انت شنو تكون رده فعلك اثناء المقلب يعني؟ تنجلط والله مثل فلوسي اخذن وراح يعني. خابرتي؟ عادي عادي. زين خابرتي قلت له انت وينك وايش قال لك؟ هي صرت عصبي وتحكي عليها بس عادي. لا ما بيناتنا فلوس ولا هاي السوالف. اوكي وانت متقبل كل المقالب؟ اي متقبل كل المقالب. ما فكرت تسوي بيه مقلب؟ لا ما اسوي بيه مقلب ابد. زين نشمي انت منو سماك نشمي؟ والله جدتي. ها والله اسم غريب. صحيح اسم غريب. شنو معنى؟ عندنا اسم نشمي يعني رجال. النشامة. ايه. بالضبط. صح. هي تشي. ايه. زين. ايه. شقد عمرك؟ 24. 24. جدي ونفس الدوام انا وين داوم؟ وين الدوام؟ عمليات صلاح الدين. ها. والله. زين انت من وين؟ انا احنا ابو عيسى سوامرة. من سامرة؟ صلاح الدين. زين تعرفون احنا قناة سامرة. وقلت لك انت قناة ديرتنا. لان قناة ها قناة والله. ديراتكم. هي احنا ابو عيسى احنا ابو عيسى نرجع سوامرة اول مرة اللي غان نسوي. زين هسه انتوا ساكنين سامرة؟ لا بين سامرة وبين تكرت في شيفة ناحية دجدة معروفين. زين وجيتوا هنا شنو زيارة لبغداد؟ زيارة عادي. دائما وين تجون ببغداد؟ يرموك منصور. ما نروح غير مكانات. شقتنا باليرموك. يعني انتوا ساكنين هنا؟ يعني عندنا شقة بس نروح ونرجع لأن مرتبطين بدوام. والله. ايش قد تبقون تقريبا من تجون هنا؟ يعني شيء 3 أيام 4 أيام بس احنا اليوم اجينا يجوز بعد يومين 3 أيام نرجع. متزوج؟ لا. ولا علي متزوج. ولا علي الأخ. ليش؟ ما متزوجين. شو كل علي ما متزوج؟ ايه ايه. ليش؟ والله بعد. يا علي الأخ. علي صاحبنا. هذاك زين ليش ما يجي وياكم؟ يستحي شو؟ ما يدبرها. ما يدبرها؟ لا ما يدبرها. وانت تدبرها؟ اي عادي. زين ما فكرت تسوي بيه مقلب مثل ما سوى بيك مقالب؟ لا ازعل وارضى، انا ارضى. لان ما اقدر يعني ازعله. ما فكرت تسوي بيه مقلب؟ لا. ما تحب والله ابد. اي ابد لانه واقف لي كثير هو وعلي صاحبي. زين متحمل كل مقالب. اي 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 انا اليوم لو مو علي وعلي انا ما اجي. ها. والله. زين دائما وياهم؟ اي دائما. حلو. مرتبطين بدوام. حلو علاقتكم. اي الحمد لله. زين وانت ايش عجب تحب المقالب؟ خاصة وياه ما اسوي ويا اي احد. مو اي احد بس ويا صديقك. بس ويا حسرة. زين وهمين تتفق انت واصدقائك على لا بعد اسوي بالمقالب؟ لا وحدك؟ اي. من وانت صغير تحب المقالب؟ تقريبا يعني من وعد من عبرت السن القانوني انا احب المقالب. سويت مقلب سوى مصيبة؟ بس ما حد عرفني. شنو؟ يعني سوينا انا ولد صاحبي. ايه؟ من حد بيتنا لحد بيتهم مسافه تقريبا 200 متر. شنو سباق؟ لا كسرنا القلوبات مع المنطقه كلها. بلشنا باول بيتنا وبعدين بنهايه بيته. اول قلوب يعني كسرت قلوبنا وبعدين هو اخر شيء كسر قلوبه. هذا يكون ما يقعد. اي والله حتى بالدوام احنا يعني ما نقعد. لحظة أنت علاقتك به هو أعرف إنه أنتوا أقرباء. علاقتي به من زمان. بس علاقتك صار كم سنة؟ من زمان. يعني وقف لي عمليات هاي وقف لي. شلون يوقف لك؟ صاحبي غير صاحبي. شنو الموقف اللي وقفك فيه؟ هواي مواقف. والله احكي لي موقف من المواقف. أكثر موقف سويت خشمي عملية وهو وقف وياي هو وأخوه. سوي عملية تجميل؟ تجميل. لا لأن حادث سويت. حادث وشلون صار خشمي؟ ضربة صارت بخشمي. أي وشلون روحت؟ سويت عملية تجميل. أعرف صار يعني عندي انحراف يعني هسه فقر. ها انحراف. لا صراحة الحمد لله. زين ومن يعني كسرتوا القلوبات مال منطقتكم؟ ما حد يدري. صارت مشاكل بس ما شالت الكاميرات بس ما حد يدري. هاي شو وقت كان؟ ايش قد عمرك؟ لا تقريبا قبل سنتين.
قبل سنتين يعني كبير. اي بعدنا كبير يعني عمرك 21. انا هسه مسوي مقالب ويا قرايبي بس ما يدرون بي، لو ذا اسولف خاف انفضح. لا لا احكي لي بعد موقف. والله ما اقدر. ما حد يشوف. لا لا مبلش شوف. قناة سامراء انتم من سامراء. اي احنا من سامراء. اكيد متابعين قناة سامراء. والله لنا كثيرات هواية. هسه هاي الموقف ما المقلب مال قبل سنتين مال جلوبات هسه عرفوه. ما يعرفوه. اي عرفوه بس ما عرفوني. هسه راح لا 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 اي هسه عرفوه. هسه راح يعرفوه. اي عادي. شوف راح يجون شوف واحد مخسر جلوبا قبل سنتين يجي ياخذه من علي. هسه لا مو قبل سنتين هسه حتى اذا هسه تنكسر جلوباتهم براس علي. اي طبعا.